تعود وإن كان يعني لم تتوقف الحياة يوما في قطاع غزة رغم الحصار ورغم العدوان. وطبعا نحيي هذا الثبات وهذا الصمود في إخوتنا الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة وأيضا المرابطين في بيت المقدس. إذن بعد النصر أو بعد النصر واتفاق وقف إطلاق النار مع الصهاينة غزة، تتهيأ مشاهدينا للأعمار من جديد، الحديث عن خسائر بالأرقام بالملايين بالمئات الملايين طبعا. ونتحدث بعد قليل أيضا مع ضيفنا من قطاع غزة عن حجم الدمار الموجود، عن ربما الأصداء، عن إعمار غزة كم يتطلب من أموال لغير ذلك، وأيضا نتحدث عن معركة سيف القدس وقراءات في تفاصيلها. يعني الحديث في هذا الموضوع، سعيد جدا أن يكون معي هنا في الاستوديو الشيخ الأستاذ أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة الخيرية. صباحك سعيد. أهلا وسهلا، صباح النور. شكرا جزيلا لك شيخ على الحضور، وأيضا سعيد جدا يكون معي عبر خدمة سكايب من غزة الصمود وغزة المقاومة شادي جنيني من هناك. طبعا شادي هو صحفي فقط، أيضا للتذكير صحفي، وفي نفس الوقت المدير المالي لجمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا، شكرا لك على تلبية الدعوة شادي جنينة. طبعا للحديث نبدأ بك شيخ ولا نبدأ بشادي حتى يعطينا شادي صورة؟ نبدأ فلسطين. يلا خلينا نبدأ بضيفنا من هناك، وإن كان شادي هو ابن الدار طبعا، ابن الجزائر، ونحن أيضا ابناء فلسطين في نفس الوقت. شادي، هل لك أن تضعنا في صورة حجم الدمار في غزة بعد توقف العدوان وانتصار المقاومة؟ كيف تبدو الصورة الآن في قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم وبإخواننا الأفاضل وبشيخنا الجليل وبضيوفكم الأكارم، ونقول لكم ونذكركم بالآية الكريمة: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بداية نبرق بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على هذا النصر العظيم، ونترحم على شهدائنا الأبرار وعلى جرحانا البواسل، ونقول إن شاء الله بالشفاء العاجل، وما دمر سوف يعمر بإذن الله تعالى. نضعكم بصورة التطورات وبصورة الأوضاع في قطاع غزة. نحن اليوم نجد في قطاع غزة 12 عائلة محيت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني في قطاع غزة. قطاع غزة اليوم يعاني هذه الوقفة العز ووقفة الكرامة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، حيث كان هنالك عدد الشهداء 248 شهيد، 66 منهم من النساء و39 منهم من الأطفال و17 من المسنين. هذه الحرب أثرت على البنية التحتية وبنية السكن والمباني، حيث تضرر بفعل هذا العدوان ما يزيد عن 1000 منزل هدم بالكامل و1000 شقة ووحدة سكنية، وكان هنالك ضرر بليغ أيضا لحوالي 4000 شقة ومسكن في قطاع غزة. دمرت البنية التحتية بالكامل، نجد الطرق ونجد المستشفيات ونجد المساجد، حيث أيضا دمر ما يقارب عن 3 مساجد و40 مؤسسة من مسيحية ومسلمين ومساجد دمرت بضرر بليغ بضرر جزئي. كل هذا نجده في قطاع غزة. هذه المعركة فرضت للمرة الأولى، فرضها أبناء المقاومة الفلسطينية على المحتل للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. نقول لكم بأننا في قطاع غزة صامدون، نبدأ حياة جديدة ملؤها العز والكرامة، ملؤها الحنين إلى المقاومة، منها الانتصار. فرحة العيد عندنا اليوم هي فرحة الانتصار، ولو شاهدتم قطاع غزة يخرج عن بكرة أبيه بعد إعلان وقف إطلاق النار، يخرج عن بكرة أبيه ينادي بالمقاومة وينادي بالمسجد الأقصى المبارك وبالوحدة الفلسطينية التي رأيناها على أرض الواقع، ورأيناها في خلال هذه المعركة التي سطرت معالم النجاح ومعالم القوة بإذن الله تعالى. بالفعل شادي، شفنا أيضا أنه حتى العائلات والعوائل المتضررة خرجت مباشرة يعني لجمع مثلا إزاحة الركام، العودة إلى بيوتهم طبعا المتضررة واللي انهارت. فشفنا محاولات وجهود
للعودة إلى الحياة من جديد؟ أخي العزيز، من بداية العدوان على قطاع غزة ونحن كجمعية البركة الجزائرية نعلم جيداً ما سيحدث في القطاع. قمنا بتشكيل مراكز إيواء ونازحين، أقسم بالله العظيم وأنا أحدثكم عبر قناتكم المباركة، لأننا وجدنا من هؤلاء النازحين قوة وإصرار وعزيمة. يعني لما نجد أنه إحنا في عنا حوالي 1000 منزل هدم، 1000 حلم ضاع، 1000 فرصة، 1000 منزل فقد ذكرياته، فقد آلامه، ولكن ما وجدنا من هذا الشعب الفلسطيني العظيم إلا صمود ومقاومة. يقول لي إحنا بدنا نروح على بيوتنا، إحنا مش تبعون الأمور هذه، إحنا ما لجأناش إلى هذه الأمور إلى الإيواء إلا أنه إحنا خايفين على أطفالنا وعلى أبنائنا، ولا أنا لو هدم المنزل على رأسي لن أغادر هذا المكان. أخي العزيز، قطاع غزة اليوم يرجع إلى طبيعته في التعامل. يعني نحن يعني عندما تجد الشهداء وعندما تجد الجرحى وعندما تجد ما حل بقطاع غزة وتجد اليوم الحياة تعود إلى طبيعتها، تجد اليوم الإخوة يذهبون إلى منازل إخوتهم ليهنئونهم بالعيد. لا أعلم ما يحدث في هذا الشعب الفلسطيني، شعب يعاند المحتل ويكابر على ويطمس غطرسة المحتل من خلال هذه المقاومة، من خلال هذه الحرب التي حدثت في قطاع غزة. البيوت اليوم التي دمرت سنعيد إعمارها. جميل. سنعاد إعمارها. جميل شادي، ابقى معي. أكيد شادي أنت معي ومع شيخنا هنا أحمد إبراهيمي، طبعا رئيس جمعية البركة الخيرية. شيخنا مرحبا بك مرة أخرى. كنا نسمع من عند ضيفنا من قطاع غزة شادي جنينة حجم الخسائر، وعطانا بالأرقام حتى الوفيات الجرحى، حتى قال أنه 12 عائلة تم مسحها من السجل المدني. المعلومات اللي تواردت لكم، أنا أعرفكم أيضا الجمعية حاضرة في قطاع غزة، عندكم معلومات كثيرة، ما الذي حدث بالضبط ودفع بالمقاومة في البداية إلى خوض معركة سيف القدس؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لك وللأخ شادي المجاهد المقاوم الذي يعني طول الحرب وهو يعني يتجول في شوارع غزة ويجمع في العائلات التي تضررت، وهذا صمود وثبات قوي من الرجل. أسأل الله سبحانه السلامة والعافية له. نعم. أنا بالنسبة لي هذا أفضل الشهداء على وجه الأرض الآن، لأن الناس لا يعرف، لا كثير من الناس لا يعرفون بأن هذه الحرب كانت من أجل الأقصى. يعني لم تكن الحرب، لم تشبه الحروب التي سبقت، كانت لها معطيات أخرى وكانت لها دوافع أخرى. أما هذه المرة هؤلاء شهداء الأقصى، هؤلاء هم أفضل الناس على وجه الأرض الذين حشروا في هذا الوقت إلى الله الواحد الأحد. لأن أنت تعلم أن الكيان الصهيوني عندما تعدى على المسجد الأقصى أهل فلسطين دافعوا عليه بصدور عارية. نعم. وكانوا ينتظرون في الأمة أن تتدخل لإنقاذ الأقصى، ولكن عندما يعني تخلت الأمة عن الأقصى كان أهل غزة نظروا إلى يمينا شمالا فأصبحوا هم المعنيين بالأمر، فأقحموا أنفسهم في حرب لم يكن يريدونها هم، وإنما من أجل الأقصى ومن أجل حرمة بيت الله الواحد الأحد تقدموا وقدموا هذه التضحيات. بكل بساطة أن هؤلاء الناس اليوم تأذوا هذا الأذى بهذه الأرقام وبهذه الآلام من أجل هذه الأمة التي دائما دائما أمنيتها أن تصلي في الأقصى، وهي التي تجوب الشوارع من طنجة إلى جاكرتا بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ولكن عندما جد الجد وجد أهل فلسطين أنفسهم وحدهم يدافعون عن الأقصى الذي هو يعني ملك الأمة بأكملها. فلهذا اليوم نحن أمام مشهد عز وفخار، وإجابة الأستاذ الشادي عندما قال البيوت نبنيها، انظر إلى الكلام هذا، انظر كيف وصف لك كيف تعامل الناس الذين تضرروا. أتعرف ما معنى أي إنسان يذهب بيته وتذهب ذكرياته؟ كيف كان الصمود وكيف، وأنا كنت أتابع هذه الأمور على المباشر معه وكنت أكلم الناس هناك، فكانوا يعني يتكلمون بصمود. نحن كنا نتأذى أكثر منهم، بل بالعكس نحن الذين كنا نذرف الدموع وهم ما كانوا يذرفون الدموع. أتعرف لماذا؟ لأننا نحن كانت عندنا ضبابية. نعم. ننظر للألام وننظر للشهداء وننظر
ولكن لا نعرف بأن هذه التضحية ثمنها غالي وهو الأقصى. انظر يعني لو أن هذا الناس الذين سمعناهم في الإعلام يتحدثون لو جمعتهم في جامعة وعلمتهم هذا الكلام واحدا كانوا يخطئون عندما يصرحون، ولكن عندما تكون الرؤية واضحة عند الإنسان ويعرف غايته لماذا هو يتحمل هذه المشاق ويتجشم هذه الصعاب، فتجد مثلا الأخ الذي استشهد له في خان يونس أو في بيت حانون نفس الإجابة، كلهم في دار الأقصى كأنهم تعلموا كلمة واحدة قبل الحرب. ولكن هذه الرؤية عندما تكون واضحة، الناس تضحي اليوم من أجمل شيء، حياتهم لها معنى اليوم، موتهم لها معنى، يعني عكس نحن حياتنا لا قيمة لها، وجودنا هذا الذي نعيشه لا قيمة لها، لأن الوجود والحياة الذي لا تخدم لرسالة، لا تخدم لغاية، لا تخدم لغاية كبرى كما أهل فلسطين اليوم، هذا هو المشكل الذي بيننا وبينهم. نعم. فلهذا نحن اليوم عندما نقول هذا الكلام نقوله ونحن نتحسر على أنفسنا. يعني أنت تصور هذا الدمار كله خرجوا الناس فرحانين، لأن ما على بالهم مش داروا، على بالهم ماذا حققوا، لا بالهم باللي النصر هذا فخر لهم، لأن الألام تروح تيجي، اللي استشهد هو عند ربه في الجنة، واللي بقى يعيش والجرحى يداوى ويعيش والمباني تبنى. بالصح التاريخ عندما يسجل وهذه سيقرأ عليها الأجيال كما نقرأ احنا على صلاح الدين الأيوبي ونقرأ على بطولات ثورة نوفمبر والرجالنا. فالإنسان ما يبقاش مركز على الألم. أنا كثير من الناس كانوا يتكلموني هكذا يقول يا شيخ والله غالي من اللي تصبحون قدام التلفزيون نبكي، يقولوا هذا مش وقت البكاء، هذا وقت تجفيف الدموع. بالفعل احنا مانيش محتاجين اللي يبكي، احنا محتاجين اللي يمسح الدمعة. أرواح لي أعطيني المساعدة، توصل الإخوة عنا مآوي عنا جرح عنا كذا. خلي المقاومة ما طلبتش منا المساعدة، بالله عليكم المقاومة ما طلبتش منا المساعدة. المقاومة الشيء اللي كان يهلكها هو هذا الوضع الاجتماعي. هذا هو اللي يهلك المقاومة. المقاومة ما احتاجتنا، ما محتاجيننا، بالعكس لن نستطيع أن نكون مثلهم، لن نستطيع، لأن ناس تدربوا، ناس البيئة تحم صنعتهم، والحمد لله اليوم هم في الصدارة. صحيح احنا على الأقل الوضع الاجتماعي هذا نسهم فيه حتى لا يكون عملية ضاغطة على أداء المقاومة. وهذا الذي أشار إليه الأستاذ شادي بأن نحن كنا نعمل في الصف الخفي، وهذا جهاد أيضا. أكيد. هذا جهاد لا ينقص عن جهاد السلاح. نعم. بل بالعكس في بعض الحين هو يفوقه. أنا اليوم لما كنا في أثناء الحرب واحد يكلمني، هذا هم الرجال اللي نحتاجهم. قالوا الشيخ الطفل هذاك اللي كان يجري أمور باباه هو رحم الدين ولا المقبرة، يقول يا أبي الله يسهل. شفت علي فعلا فيديو كان مؤثر جدا، مؤثر جدا بالفعل. قال لي الشيخ هذيك العائلة تحت كفالتي أنا، قال لي أنا تكفل بها. صحيح. احنا محتاجين هذا النوع من الرجال، محتاجين هذه المكالمات الهاتفية، محتاجين هذا الاتصال من الجزائريين. الجزائريين فيهم الرحمة، ناس تاع رجلة، لأنهم ولاد مجاهدين ولاد شهداء، على بالهم مش أنا وبياتهم، على بالهم مش أنا وجدهم. هذه اللي محتاجينها في اللحظة هذه، محتاجين تجينا هذه المكالمات، هذه الأمور كي توصل لغزة، وهذه الأمور كي توصل لهذ الناس. هذول الناس مش طلابين. نعم. مش طلابين، شت الأبراج اللي ضربوهم. الظروف فقط هي التي تضع، مش الظروف، بالعكس ما هيش ظروف، بالعكس المهمة التي أنيط بهم مهمة كبيرة، مهمة أمنا الله جعلهم في الصف الأول. هذا مش محتاجين احنا من الجزائريين الآن، ومحتاجين من كل أمة. يوحد ما يضلش يبكي ويضل يتحسر وهماته. الشهداء لازم يكونوا، وإحنا ما لازمش نبكوا، لأننا كنا نبكوا احنا نؤذوا الشهداء. أنت وأنا وعملت وأنا كانوا غالطين كيف فجروا الثورة وقدموا 1.5 مليون شهيد. نعم. لازم الشهداء ولازم الأضحية ولازم تدمر. احنا كنت في راسة إلى هو تكلم على 12 عائلة محيت من سجن. احنا مش 12 عائلة، احنا الاف تشور راحوا، ما كانش اللي يذكرهم الان. بالفعل حتى في عوائل يعني حد الان يعني كاين تشور راح تروح من الشرق تروح من الغرب. كاين فرنسا ضربت بالنابال بالشيء اللي يحرق، حرقت الدنيا. جو العشيه الناس ما لقاوش الناس، محروقين كل، ما بقاش اصلا تحم، ما بقاش العائله اليومين هذا ما كانش. ولكن الحمد لله جبنا بلادنا. نعم. رفعنا اعلامنا، هكذا اهل فلسطين اليوم. ولكن الاعلام تاع فلسطين كي يترفع، هو تاع الامه، هو مش تاع فلسطين وحدها. بالفعل قضية أمة. فلهذا نقول الآن احنا هذا هو اللحظة اللي احنا الآن وين تبدأ خدمتنا سي رضا. نحن نتحدث في هذه النقطة الشيخ أحمد، قضية إعمار غزة اليوم، قضية إعمار الغزة لا تتطلب فقط سواعد الغزاويين في حد ذاتهم، لكن هي أيضا قضية أمة، الكل بد عليه أن يساهم. نحن كجزائريين اليوم كيف سنساهم في إعمار غزة؟
احنا عندنا احنا ساهمنا من قبل اكيد عند هذه ضد حروب اللي وقع. الثاني ايضا بنينا ودرنا مؤسسات وكذا. يعني معناها انا واش حبيت نقول اخويا رضا، معناها العذر بلي ماناش قادرين نقاتلوا، ماناش قادرين نعطوهم السلاح، ممكن هذا عذر، قال والله الظروف مش مواتيه في توازن الدولة. حتى ثاني باش نبنوا لهم البيوت وباش نوكلوهم ونشربوهم وما نخلوهمش يتهانوا وما نخلوهمش الصيف هاو جاي كامل، ما نخلوهمش الحر وهاو جاي موراها القر، هذه ثاني ما نقدروهاش، هذه ثاني فيها موانع. يعني الان احنا الجزائريين اسيدي كاين 1000 دار، احنا ما نقدروش نبنوا 1000 دار، هذه 1000 دار كل واحد محسن يتكلف لنا بدار، شحال حتكلفوا هذا المحسنات؟ واش حتكلفوا؟ باش حتكلفوا؟ يعني اسيدي نديروا على كل ولايه نديروا عليها 30 دار ولا 40 دار، هذه امه هذا فخر اسيدي. معناها احنا اليوم حبينا نشكر اهل فلسطين. انا على بالي بني ناس قاع فرحت، انا المشكل تاعي مانيش عارف في بعض الحين بالك انا ما نعرفش نميز انا نشوف الناس فرحانه بالشيء اللي يصرف في فلسطين وفرحانين بالنصر، بصح كي تقولوا ادفع ثمن هذا النصر يحجم. يا اخي الكريم هذو الناس جاءوا بالنصر بالشهداء وبالاشلاء وبالدماء وبالجرحى وبتهديم البيوت. احنا نفرح بالنصر بأدائنا الآن، بأدائنا الآن. هذه جمعية البركة راها طرقة حملة والأمة قاع شافتها ورانا نأدوا. يا سيدي يجوا لنا الناس الآن، يجوا لنا يا رئيس جمعية البركة ولا في المكتب ولاي، أنا راني باغي نبني دار، أنا راني باغي نكفل هذيك الأسرة، أنا راني باغي نداوي هذاك الجريح. كل واحد به يقوم، على الأقل عندما نوقفوا بين يدي الله سبحانه وعز وجل ما يجوناش الأطفال الصغار هذو فعلا. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا الآية نعود فيها في كل القنوات باش ننبه الناس باللي المسألة متعلقة بقيام بالقيامة، متعلقة بالسؤال تاع الله سبحانه وعز وجل إلينا. صح رانا نصلوا، صح رانا مؤمنين، ولكن كاين واحد الأمور يوم القيامة نسأل عليها. يوم القيامة أخطر شيء يا سي رضا أن الله يسألك على الأداء نتاعك اللي كلفك به بالفعل. تسلك تقول خلاص الحمد لله، أنت تخطو خطوات للأمام وينادي منادي من طرف الله أرجعهم إلى الحساب وقيفوهم إنهم مسؤولون. علاه ترجع للحساب؟ تلقى هذا الأطفال الصغار، ربي سلهم، ربي سل هذه الأمة، لماذا أنا يتمت؟ لماذا مات أبي؟ لماذا مات أمي؟ علاه أنا علاه ما عشتش كالأطفال الصغار مع أمي وأبي؟ والإنسان هذا العاقل الجزائري هذا هاي ينظر في ولاده كي يقعد العشية وينظر في ولاده يتخيل هو رأى اليوم يجيب لهم اللقمة يفتح عليهم الباب يفرحهم يديهم المدرسة. وهذا الناس ساهم يعني أنا حبيت الشعور بالمسؤولية واللي عند الناس. هذا مش إحسان من أخويا رضا، هذا مش مزية، هذا واجب، هذا إنقاذ لرقابنا من الحساب، هذا اقتحام عقبة داروا ربي سبحانه وتعالى. اقتحام العقبة هو فك الرقاب، هذه رقاب لازم نفكوها، هذه وضعية خطيرة وضيق، هذا لازم نطعن فيه، لازم يعني هذه الأيام كنا دعنا نغيظ اليهود، دعنا نجاهدوا بطريقة واحدة، نغيظ اليهود، خلي في هذا العام نعود نعمروا غزة ونرجعوها نكاية في اليهود. هذا أنتم حقرتوا غزة، ريبتوها، احنا الأمة المحمدية هانا نبنوا لهم، هانا نرجعوهم لديارهم، هانا نكفلوا لهم شو، والله ما تحقروهم بما أننا موجودين. لا ما نمشوش بهذه النية، وفي النهايه ربي يجازي على جزاء السقف ولكل امرئ ما نوى. السقف التالي تحدوا تاع النيه اكيد نعم بالفعل. فلهذا احنا امام اليوم لا امام اليوم امام عباده كبيره، امام اليوم طاعه كبيره، امام احسان كبير نحق به جوار الحبيب المصطفى، نحق به اننا يوم القيامه يرضى علينا ربي، نقدر غدوه نشوفه في رسول الله، نقدر غدوه نشوفه في العينين تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه والسلام. طبعا انا استغل هذا الفرصه هذا الفضاء طبعا لكل السادة المشاهدين حتى الناس يعني تحب القضية الفلسطينية واللي تحب تساهم. حسابات جمعية البركة موجودة، مقر جمعية البركة الخيرية موجودة، حتى في قطاع غزة موجود يعني مكتب لجمعية البركة ويقوم بمجهودات جبارة. مش قضية إشهار أنا حاليا نقوم فيها، ولكن قضية أنه علينا أن نساهم فعلا. حب غزة وحب فلسطين ما هوش كلام فقط، ولكن أيضا دعم لهذه القضية. شفت الشيخ أحمد إبراهيمي متأثر قبيل، فعلا شفنا أيضا فيديوهات وصور لسيدة تناشد الجزائر، سيدة تناشد وهي تقول لا تتركوهم يساومون عشرفين. هذه الكلمة التي قسمت ظهري هذه الأيام، أن مرأة تناديك مرأة حرة عفيفة طاهرة، قلت يا أهل الجزائر، لأن شافوا فينا الرجلة، شافوا فينا النخوة، ما تخلوهمش يساومون على الشرف تاعنا. هذه كلمة تتهزلها حمرة العرش. هذه النهار اللي كانوا الرجال كانوا يمشوا لها الجيوش. الكلمة هذه المعتصم هذا ما اشتاجيش بأكمله، المعتصم هذا ما كانش إنسان عادي، كان يحكم في نص كرة الأرض. نعم.
يعني احنا اليوم تموت فينا النخوة دروك، تموت فينا الرجل هذا، واش بقى فينا احنا؟ واش بقى فينا احنا؟ بقات فينا هذه شوية تاع الغيرة وشوية تاع النخوة هذه. على الأقل خلينا نحيا في أيام كما هذه، خلينا نوصلوا الآن رسالة لأهل فلسطين باللي هذه أيضا ثاني أرضنا. أما ديدوش مراد على قال الكلمة هذه، قال لن يكتمل استقلال الجزائر إلا بتحرير فلسطين، لأن هذا ورث الشهداء. يا أخي احنا نحبوا ثورتنا ونحبوا المجاهدين تاعنا، نحبوا الشهداء تاعنا، نكملوا في الطريق تاعهم، الطريق تاعهم. اليوم نروحوا نردوا حقوقنا، نروحوا نردوا حارة المغاربة تاعنا، نروحوا نردوا الباب تاعنا اللي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل، نروحوا نردوا الحائط اللي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراق. يعني احنا رانا أصحاب أرض في فلسطين هذه، احنا رانا أصحاب ممتلكات. يعني احنا تروح الان الفلسطين من جهه صفد، تروح من جهه الرفح، قرى جزائريه تاعنا، ارضنا خرجونا منها اليهود. يعني احنا الجزائريين عندنا قدام من حاجه تدفعنا باش نقوموا، وزيد على ذلك دعنا من هذه الامور الارضيه ودعنا. يا سيدي كاين ربي سبحانه وتعالى، كاين عقيده، الاقصى عقيده، الاقصى لا اله الا الله، ما يقبلش قولان. الله يقول الاقصى عقيده، كل عقيده ما تقبلش قولا، ما كاش واحد يجي يفتي لك في العقيده يقول لك والله ربي فيه قولا ولا الملائكه فيه قولا ولا النبي فيه قولا، فيه قول واحد وفاصل وسلم. الاقصى لنا بنص القران، الاقصى لنا. واللي حوس يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس تتمنى والائمه يدعوا واحنا ندعو اللهم اسقينا من حوض النبي. ركني الحوض، ركني تاع الحوض تاع النبي صلى الله عليه وسلم مكه والاقصى. فعلا فعلا، ومن المقدسات الاسلاميه. معناها احنا الان ما جيناش باش نقنعوا الناس باهميه المقدس، جينا نتذاكر الان في اننا يجب ان نقوم باعمال. الان الحرب توقفت، ما لازمش نخلوا اليهود يستشفوا في المقاومه الان، وما خلوش الاعداء هذوك المجرمين اللي يقول لك اه واش درتوا؟ هم هدموا لكم وكذا وبسبب الحرب. لا، ارواح الان نغيروا الصوره. وشفنا حتى تصريحات، انا للاسف نتاسف البارح الشيخ احمد ابراهيم، نشوف تصريحات بعض الكتاب يعني نعم والشيء اللي ربما الأقلام المأجورة، الأقلام عربية مأجورة تتحدث على أنه حماس والمقاومة هي سبب الخراب. هذه المرة لا، هذه المرة كذابين سي رضا. لا، لأن غزة ما بدأتش الحرب هذه المرة. غزة كانت قادرة، غزة أهل غزة كانوا قادرين. يقول لك احنا كالدول العربية غزة محررة ما فيهاش اليهود، ما فيه. يقول لك أخويا احنا الأقصى تاع الناس كلها أخويا يجوا ليهم يحرروا، احنا رانا قاعدين لا نروحوا ندخلوا الحرب باش يدمرون غزة. والله إلا رفعت غضب الله على الأمة، رفعت غضب الله على الأمة، كان غضب كان نازل حتى ورديته غزة. المخطط يعني الشرف تاع الأمة حفظته غزة خويا رضا. والله ما تدخلوش الحرب وخلوا اليهود الدول الأقصى، والله ما فينا اللي يقدر اليوم يفد راسه، ما يقدرش يفد راسه. تولي صلاتك ما عندها حتى معنى، تولي تدينك ما عنده حتى معنى، انتمائك لهذه الأمة ما عنده حتى معنى لرحلك الأقصى، لأن الأقصى هو شرف الأمة. هذا باتفاق العلماء الكل، الأقصى هو شرف الأمة. واحد نهار يروح له شرف وخلاص. الديوث هذا يوم القيامه الناس كاع يشموا ريحه تاع الجنه الا الديوث، وان كان الريحه تاع الجنه يوم القيامه يشموها الناس من مسيره 40,000 سنه الا الديوث. علاه؟ لانه الديوث عليه مشكلته شرف، تخلى على عرضه وشرفه. فعلا معناه احنا الان انقذونا من دائره الدياثه، انقذونا اهل غزه. المفروض هذوك كي واحد يروح لغزه يشد واحد يقبله من راسه ويقبل له رجليه ويقبل له التراب اللي يمشي عليه، لانهم انقذون هذا الانسان اللي يفهم الرجل ويفهم ما معنى الكرامه والعزه، يفهم الكلام اللي راني نقول فيه. صحيح، هذا هو القسم. صحيح. يعني الان احنا اهل غزه اليوم نكرمهم اكراما لانهم انقذونا وانقذوا شرفنا. مش بالك واحد يظن باللي هذول الناس اللي يعطونا حسين بالله يدير في المزيه، ولا راهو غلط. والله في حياتي الا دخلت عند محسن وحطيت راسي الا في فلسطين، ممكن قضايا كثيره خدمتها، ممكن الروح نتود الا في فلسطين، نخزى فيه في عينه السلام عليكم، جيت نعرض عليك الجنة مباشرة. أي محسن يدخل عنده ما نتودد له ما والو، إلا في فلسطين فقط. تودد له في قضية الروهينجا الصومال أمور خدمنا إلا في فلسطين. عمري في حياتي لا توددت الواحد، لأنها واجب. السلام عليكم ندخل ليه أخي، جيت نعرض عليك الجنة ونسكت له. فعلا. ومن بعد هو يتسأل واش جيت، علاه؟ لأن فلسطين شرف عزة. خليني فقط شيخ نعود نولي للأخ شادي جنينة من قطاع غزة. طبعا وشادي كلام مؤثر حقيقة، وكلام من الصميم نابع من كل قلب جزائري مساند لفلسطين. يعني ما نعرفش، أنا متأكد يا شادي أنه حتى الرضيع بمجرد المولود، بمجرد أنه يولد وين كان جزائري ففلسطين، يعني تلقاها في 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 شريان وتمشي في عروقنا. مثل هكذا موضوع نتأثر ليه حقيقة. لكن نتحدث على قضية الإعمار، كان الشيخ يحكي على
أنه ها هو ما يطلبه الشعب وأهلنا في قطاع غزة، لا يطلبون السلاح بقدر ما يطلبون دعم في مثل هكذا ظروف اجتماعية صعبة. كما قال الشيخ هنالك مواعيد قادمة، هنالك أمور قادمة لابد أن نقف مع أهلنا في قطاع غزة وفي فلسطين كاملة. الحديث اليوم عن قضية الإعمار يتطلب ملايين الدولارات بالتحديد، هل يا شادي ربما عندك معلومات على آخر الأصداء، ربما قضية إعمار غزة كم تتكلف بعد الدمار والعدوان الصهيوني عليها؟ أخي العزيز، قبل أن أبدأ بالتحدث عن الإعمار وعن آلية الإعمار، أرغب بتوجيه رسالتين للشعب الجزائري بصفتي ممثل عن الشعب الجزائري وعن جمعية البركة الجزائرية في قطاع غزة. نعم. الرسالة الأولى بوجهها للشعب الجزائري، بقولهم إحنا يا أخواننا وضعنا أقدامنا على طريق التحرير. هذه المرحلة هي المرحلة النهائية لتحرير فلسطين بإذن الله تعالى. نحن دافعنا على عن شرف الأمة وننتظر رد الجميل من خلالكم ومن خلال أهل الجزائر وأهل الخير والإحسان برد هذا الجميل لإخواننا في قطاع غزة. الرسالة الثانية اللي بحب أوجهها إلى الدولة والحكومة الجزائرية، إخواننا ليس غريب عليكم وليس غريب على الإخوة في دولة الجزائر تصريح وزير الخارجية عندما قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، هذا التصريح جديد في الأمم المتحدة. نناشد الإخوة في الدولة وفي الحكومة أن يكون لهم وقفة كبيرة كما تعودنا دائما من أبناء الشعب الجزائري وأبناء الحكومة الجزائرية. أخي العزيز، مكتبنا في قطاع غزة مفتوح، مكتبنا الآن متواجد ويخدم على نطاق الساعة. يعني إحنا لما نستغرب لما نلاقي الآن إن إخوة صاروا مؤسسات دولية عاملة خارج قطاع غزة ترغب بالتعامل مع المكتب نظرا لما يقدمه وما يساهم فيه. بالنسبة لو رحنا للإعمار في قطاع غزة، المبالغ التي يحتاجها قطاع غزة مبالغ كبيرة جدا ترهق أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن عشمنا وأملنا كبير في إخواننا في جميع الدول وجميع الشعوب وليس في الشعب الجزائري خاصة. نجد الشعب الكويتي والشعب التركي والإخوة أحرار العالم يساهمون في هذه الوقفات وفي هذا العز. أخي العزيز، الآن نحن في حصيلة كبيرة من المبالغ المالية، يعني لو تكلمنا الآن عن ما يقارب المليار دولار خسائر اقتصادية وبنائية وأبنية تحتية ونفسية. الآن يا أخي العزيز، الشهداء أبناء قطاع غزة هم الآن أمانة في رقابكم، الآن الجرحى هم أمانة في رقابكم، الآن من هدم بيته أمانة في رقابكم. أخي العزيز، نحن باشرنا ونباشر كمكتب في قطاع غزة على العمل على سد رمق هذه الأسر وعلى سد رمق من تضرر في قطاع غزة عندما فتحنا مراكز الإيواء، والآن إن شاء الله بإذن الله تعالى وبتعليمات من الشيخ أحمد وبالرئيس المؤسسة الآن نعمل على إيواء من تضرر منزله، حيث سنقوم بتوفير مأوى له لمدة معينة لحين إعمار منزله، والآن نقوم بتوفير المساعدات النقدية للإخوة الجرحى ونعمل على توفير الكفالات. إخواننا الأفاضل، الشعب الفلسطيني ينتظر منكم موقف مشرف، موقف كبير. طبعا لا نزاود عليكم، انتم اهلا لهذا الموقف ولهذا الكرم. اخواننا، انا بوجه رساله للاخوه جميعا من خلال منبركم ومن خلال قناتكم الرائعه والمميزه التي تابعتنا وتتابع اعمالنا وانشطتنا في قطاع غزه على مدار الساعه وتتابع العمل في قطاع غزه. اخواننا، اليوم نحن نناشدكم ونناشد جميع الإخوة وجميع الخيرين والدولة وحكومة وشعبا وإخواننا جميعا ومن يتابعكم، نناشدكم يا إخواننا، قطاع غزة اليوم بحاجة إلى وقفتكم، بحاجة إلى مساندتكم، ليس بمساندتنا بالمال أو بالأموال أو بكذا، بحاجة إلى مساندة صمود هذا الشعب. إخواننا، اليوم لما إحنا ندافع عن شرف الأمة من أجل الدفاع عن مسجد الأقصى المبارك، وهذا قالها الشيخ أحمد الآن ضيفكم عبر القناة، قال بأننا دافعنا عن شرف الأمة، إحنا اليوم ننتظر الأمة تقف إلى جانبنا من أجل أن نقوم وأن نكون دائما الشعب الفلسطيني يقوم ويدافع عن المقاومة. عندما وجدنا هذه المسيرات وهذا النصر وهذا الابتهاج وهذا الدفاع عن المقاومة، إخواننا بالحرب اللي صارت اليوم وبالتضحية اللي صارت اليوم، كان متوقع العدو الصهيوني أن يرغم أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه المقاومة. نحن عشنا 3 حروب وعشنا ما يزيد عن 30 تصعيد،
في خلال هذه الحروب ولا يوم من الأيام قلنا لا للمقاومة، نحن مع المقاومة ومع إعمار فلسطين يوما بيوم. إخواننا الأفاضل جمعية البركة الجزائرية وعبر مكاتبها وعبر مكتبها في قطاع غزة، يمكن إحنا في 50 قافلة إجت على قطاع غزة كان هدفها اليوم إعمار قطاع غزة. إحنا عمرنا في قطاع غزة ما يزيد عن 18 مشروعا من المشروعات الكبرى، ساهمنا في دعم صمود الشعب الفلسطيني على مدار 13 عام. أنا أعمل في هذه المؤسسة على مدار 13 عام. الآن نحن بصدد وقفة جامدة، نحتاج وقفة جامدة من إخوتنا في الشعب الجزائري، ليس من أجل أن نكون ونثبت مواقف، لا، نحن اليوم بحاجة كشعب فلسطيني إلى أن نكون مع أبناء الأمة الفلسطينية ومع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج. نحن اليوم الشعب الفلسطيني الآن كما شاهدنا عبر مشاريعنا وعبر مشاريع التي تحدث في فلسطين، نحن لا نخدم في قطاع غزة فقط، وإنما نخدم في الضفة الغربية وفي القدس، حيث حتى قبل التصعيد كان عندنا مشروع إفطارات على مدار اليوم في المسجد الأقصى المبارك لدعم صمود أبناء المسجد الأقصى المبارك. هذا ما يميز العمل إخواننا، هذا هو ما يعمل على سد وعلى سد ثغرة في وجه العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يحاول الاتصال بالحالات الاجتماعية الصعبة، يحاول الاتصال بالإخوة الذين تضررت منازلهم، يحاول أن يقول لهم هذه هي المقاومة وهذا ما هو ما فعلتم في لا يا إخواننا، إحنا لازم نكون صد منيع للقضية الفلسطينية ولمقاومتنا الباسلة. نقول لكم ونناشدكم يا إخواننا ويا أفاضلنا ويا متبرعينا ويا مساهمينا ويا من تسمعني ومن تسمعونني عبر هذه القناة المباركة، نقول لكم غزة بحاجة إلى دعمكم، بفعل غزة بحاجة إلى وقوفكم، فلسطين بفعل اليوم تنتظر منكم رد الجميل، فلسطين اليوم تنتظر منكم أن تقفوا إلى جانبها إخواننا. بفعل نحن نتمنى شادي أنا أتمنى حتى أعطي الكلمة، طبعا نحيي الكلمة لضيفي هنا، ويعني الوقت داهم والموضوع صراحة يعني موضوع بقدر ما نقدر نهضر عليه وبقدر ما نقدر يعني نتكلم، اللي نتكلم عليه لن نفيه يعني القيمة نتاعه الحقيقية. شيخ أحمد إبراهيم، كيف يمكن الآن، خلينا نقوله صراحة، يعني كيفاش الناس اللي حابة تتصل بكم كيف تقدم مساعدات للإخوة في قطاع غزة؟ يعني عندي زوج ملاحظات بعد نجاوبك. يعني هو قال مليار دولار بالنسبة لي هو بلك يعني شوفوا كحاجة كبيرة، بصح الأمة هذه مليار دولار وش كانت، هي راهي كاينة أمة فيها مليار و700 مليون كنا مدوا دولار واحد والسلام عليكم، احنا رجعنا غزة لاس فيغاس. الأمر الثاني قال واحد الكلمة خطيرة الأخ شادي، قال الكيان الصهيوني يتصل بالحالات الاجتماعية الخطيرة، وهذه تعرفوا شو يقصد بها، معناه يريد أن يجند العملاء، يحوس على العملاء. بالفعل يعني هذيك المرأة اللي قالت لنا لا تتركهم يساومون على شرفنا كانت تقصد هذا الكلام. بالفعل احنا اليوم ما نخلوش نملجوش الناس به يولوا عبء على مشروعنا، واحنا على أبواب التحرير، المشروع الصهيوني انتهى، لازم الناس يعرفوا باللي كاين إرادة الله الآن دخلت وكسرت المشروع الصهيوني، وصبح اليوم الصهاينة راهم يتقاتلوا داخلهم الآن. اليوم الصهاينة راهم يتقاتلوا فيما بعضهم بعض. بالأمس انتشر فيديو لأحد وين المجمع تاع الكنيسة الكبير يعني تاع المتدينين، باللي واحد قام وثار ثورة في الكنيسة وقال يجب أن نرحل قبل أن تحل علينا اللعنة، علينا أن نخرج من فلسطين لأننا أصبح لا مستقبل لنا في الأرض. اليوم احنا في جمعية البركة مفتوحين ومعروفين، يعني اللي يحب يدير الخير يحوس لأن يتعب، مش كل حاجة نوصلها للناس لديارهم يا أخي. الناس جهد، أنا نعرف ناس، أنا قريت السيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واحد كان عايش مع الرسول ما أمنش به، وكان واحد جاء من بلاد الروم يحوس على النبي صلى الله عليه وسلم باللي كان نبيها، وصهيب الرومي جاء من طرف الدنيا، وكانوا ناس معها في مكة وما أمنوش. اللي يخدم الخير واللي راح يحوس يجهد، هو يتصل هو يجي. احنا عندي 25 سنة وإحنا نجروا في هذه القضية، درنا أسسنا مؤسسة وصلناها لكل ولايات، وصلنا رحنا درنا 50 قافلة، درنا أسطول الحرية، جرينا شاركنا في المؤتمرات الدولية، خرجنا لجمعية البركة اللي هي مش مجرد جمعية، هي راهي مجرد إعلام، هي راهي الراية تاع البلاد رافعينها، ما خلينا شبه القارة الهندية، ما خلينا إفريقيا، ما خلينا أمريكا اللاتينية. يعني الآن إحنا ننتظر الآن، كيف قال الأخ شادي، هما قاموا بدورهم وينتظروا في الأمة الآن.
كاسيدي كنا بلكم السقف هذا مو السقف كبير اخويا رضا بالفعل. وما المفروض يقول لي انا ننتظر الامه بالفعل. تتحرر مش يجي الامه باه تجيب لنا الزيت والسكر والسميد والحديد والسيمة هذه هي هذا سقف هابط سقف هذا اللي رانا نجدوا فيه الناس ما طلبناش من الناس سقف اعلى من هذا حول الله. انا نقول باللي يجب ما تسمعوا ليش لي انا كجزائري مكرني عايش وسطكم اسمعوا للراجل اسمعوا للراجل اللي راه يخاطب فيكم من قلب الارض هذه بالفعل وراه نشدكم باسم الاخوه والدين والمحبه انا على بالي بلي ضاق الوقت عليك على بالي ولكن نعم. هذه كلمه نعم. نقولها هذه فرصه يا الشعب الجزائري خلونا نديروا كيما دار سيدي بومدير الغوث التلمسان خلينا نديروا كيما دار الباشا ابراهيم خلونا نكونوا احنا في السلسله تاع الهواري بومدير والشاذلي للناس اللي كانت لهم مواقف خلونا نكونوا سيدي قد الموقف اللي داروا رئيسنا يا اخي في النهايه هذا رئيسنا بالفعل وهذا وزير خارجيتنا يا اخي على الاقل نكونوا في المستوى تاع الناس حاولوا نكملوا اللي داروا موقف مشرف ونبقى نذكر به حتى تجي الاجيال ان شاء الله سي رضا ما تسبناش وما تلعناش باللي خدنا وبعنا الشيخ عبد ابراهيم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك انا نوعدك انه يكون عندنا فرص اخرى ولقاءات اخرى للحديث عن قضيه اعمار غزه كما اشكر ايضا شادي جنين اعتذر منك على ضيق الوقت لانه موضوع مهم جدا يتطلب وقت اكثر شكرا جزيلا لك على صمودك وعلى حضورك معي في الاستوديو اذا مشاهدينا نصل الى ختام موعد